دروك، روحوا لأقوى فورا معلم. خير يا أختي، شوفي حاولت اتصل فيك بس ما رديت. جودة بيك اليوم الصبح عطاك عمره. وينو الزلمة هلأ؟ وصلنا أنا وجوزي عبراد المشفى. ما تشيلي هم، أنا بتصرف، طمني. لما كان عم يموت كان عم ينادي فرهاد، لو حضرتك بتخبره على الأقل بيجي بيحضر الجنازة يعني. طيب رح خبره، وصلوها على بيتها. إن الرقم المطلوب مغلق أو خارج نطاق التغطية، يرجى إعادة المحاولة لاحقاً. يمكنك ترك رسالة صوتية بعد سماع الصافرة. فرهاد، معك فكرة ديلي جاي. أبوك بيكون صديقي يا ابني، واليوم أبوك راح لرحمة ربه. اتصل فيني. اكتبي فرهاد حبيبي. فرهاد اكتبي. يلا اكتبي له بصراحة، أنا لأنه ما قدرت أقول هالكلام بوشك هلأ عم اكتب لك يا هون بهذا المكتوب. يلا يلا اكتبي اكتبي. أنا كنت مبسوطة كتير لما كنا أنا وياك عم نحلم بالزواج، بس بعدين وقت فكرت منيح قلت مو معقولة إنه أقضي عمري كله وأنا عم أخدم جينجو بيك وعيلته، ما هيك؟ اكتبي يلا. ليك يلا هاتي ورجيني لشوف. معقول أقضي عمري كله عم أخدم جينجو بيك؟ اكتبي أنا بدي أعيش من غير ما أجوع، ولا خاف ولا بدي أحسب حساب لبكرة بنوب. اكتبي حاج تبكي بقى. اكتبي أنا بدي لما أشتري شي ما فكر إذا كان غالي ولا رخيص أبدا، بدي أعيش مثل أبطال الأفلام ما بيعيشوا. يلا اكتبي. أنت كتير منيح، بس أنك تكون منيح ما رح تفيدني. حبيبي فرهاد، اللي بدي اتزوج وما بيكفي انه يكون انسان منيح، لازم يلبي لي طلباتي كلياتهم. بدي منك تسامحني. وبدي تنسى الموضوع. وقعي الله زينب. يلا اشتركوا بالقناة لمشاهدة جميع الحلقات، ولا تنسوا تفعيل زر الجرس.